شاهدينا التاسعة صباحا، موعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا شرف. تفضلي يا دينا. شكرا لك جمانة. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا لمصر وكل الخير والازدهار حكومة وشعبا. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أعرب عن التقدير والامتنان لرئيس الوزراء العراقي وتمنيته للعراق الشقيق بالأمن والاستقرار والرخاء. تجددت الاشتباكات اليوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدد من المناطق خاصة في العاصمة الخرطوم، وشهد محيط القيادة العامة للجيش السوداني اشتباكات متقطعة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، رغم أعلان الطرفين أمس الموافقة على هدنة لمدة 3 أيام. وكانت القوات المسلحة السودانية قد أصدرت بيانا مساء أمس تتهم فيه قوات الدعم السريع بانتهاك الهدنة التي تم الإعلان عنها خلال أيام العيد. وأكدت القوات المسلحة السودانية التزامها بالهدنة حرصا على النواحي الإنسانية وتخفيف المعاناة عن المواطنين بالعاصمة والولايات. قالت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي بحث في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بحث سلامة الأمريكيين في السودان. وذكر بيان صادر عن مكتب المسؤول الأمريكي أن الطرفين ناقشا تطورات الوضع في السودان. يأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه واشنطن الخيارات المحتملة لإخلاء سفارتها في الاشتباكات الدائرة في العاصمة السودانية الخرطوم. جدد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي دعواته للأطراف المعنية لإقامة محيط أمني حول محطة الطاقة النووية زابورجيا في أوكرانيا. وقال المسؤول الأممي إنه لمس خلال زيارته الأخيرة إلى المحطة النووية مؤشرات واضحة على استعدادات عسكرية في المنطقة، معربا عن قلقه بشأن الوضع في محطة زابورجيا بعد ورود تقارير عن خبراء الوكالة في الموقع تفيد بسماع انفجارات ما يشير إلى قصف مكثف. ورياضيا، يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم مباراة مهمة أمام الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي بحضور 52,000 مشجع. وكان الأهلي تأهل لدور المجموعات بعد الفوز في الدور 32 على الاتحاد المانشستيري التونسي بهدف نظيف في مباراة الذهاب بتونس وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة. وخسر الأهلي مباراة أمام الهلال في الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد، ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب إفريقيا بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة، ثم حقق أول انتصار على حساب القطن الكاميروني بثلاثية دون رد قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بالفوز على الهلال السوداني بثلاثية دون رد ليصعد للدور ربع النهائي. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.